أجا فصل الشتاء وأجت حكاياته، والكل مستعد للجمعة ولأكلاته، إلا سلوم خايف من حلوياته لأنه عامل رجيم وضعف 20 كيلو، وخايف تزيد سعراته بعد ما حافظ على جسمه وزبط مقاساته. لحظة سلوم، أنت ما بتعرف أنه الشتاء حرق الدهون أسهل وأسرع بكتير؟ لأنه النهار قصير بساعاته، ومع منتجات نفيس كالوري ما تحرم حالك من الأكل والحلويات، وبنفس الوقت بتحافظ على جسمك لأنها بدون سكر أبيض وطعمها حلو ودهونها قليلة وسعراتها الحرارية أقل بكتير. تابع على النظام واسمع نصايحه في كل شيء حتصل للوزن والشكل اللي بدك إياه. حلك الوحيد مركز ابن النفيس وفروعه في كل قطاع غزة، عنده نظام صحة مدى الحياة بدون حرمان، لا صيف ولا شتاء كمان. طول ما بتتابع عند ابن النفيس عمرك ما تفكر في التخسيس.